مع مرور الذكرى 1297 لبناء بغداد التي شيدها الخليفة أبو جعفر المنصور في العام الهجري 145، عبر عدد من الكتاب والمثقفين والفنانين العراقيين المغتربين عبروا عن حنينهم وأشواقهم لدار السلام في يومها السنوي، واستذكروا ذكرياتهم فيها آملين في الوقت نفسه العودة إليها وأن يستتب فيها الأمن والأمان. غناها المطربون والمطربات، السيدة أم كلثوم قالت عنها بغداد يا قلعة البسود، والسيدة فيروز قالت بغداد والشعراء والصور تزاحم عليها الكثير الآلاف من الخلفاء والحكام والرؤساء والوزراء، وأيضا الغزاة والفاتحين والطامعين، وبقيت بغداد شامخة. بغداد حبيبتي، بغداد معشوقتي، أنت السهل الممتنع بحق وبكل ما للكلمة من معنى، سهلة على المحبين ودعاة السلام والعشاق، لأنك مدينة السلام، وممتنعة عن الكارهين والأعداء ودعاة الحروب. بغداد هي حاضنة الدنيا والأمجاد والإنجازات. بغداد كانت وستبقى قلعة وقبلة العلماء والعشاق والأخيار، ولن تكون أبدا ولن تبقى ضحية الجهلة والكارهين الأشرار. هكذا هي مسقط رأسي. بغداد بالنسبة لذاكرة مهاجر أو مغترب أو منفي هي عبارة عن ذاكرة جمالية، يعني بغداد القصائد، بغداد المسرح، بغداد الجامعة المستنصرية، نصب الشهيد، الجندي المجهول، معهد الفنون الجميلة، دار الأوبرا، دار الأزياء، مسرح الفن الحديث، مسرح الرشيد، مسرح الستين كرسي، منتدى المسرح، الكليات، الجامعات، بغداد دجلة، بغداد المحبة والغناء والموروث، هذا التاريخ العميق لهاي المدينة الباسلة. بغداد الآن موشحة بالسواد بسبب ما مر عليها من ضيم كالب على هذا، على هاي المدينة الجميلة، على هذه الفتاة الرائعة، وحوش وبرابرة ومحتلين. ولكن صيرورة تاريخ بغداد أنه هي التي تنتصر في الآخر. إنها بغداد، بغداد التاريخ، بغداد التي كانت ذات يوم قبلة العالم، بغداد التي أهدت هذا العالم الكثير من العلوم والمعارف، بغداد التي طوقتنا نحن أبناء بغداد بالكثير الكثير من الصفات والعطايا الكثيرة التي لا يمكن لنا أن ننساها. صحيح أننا غادرنا بغداد، لكنها لم تغادرنا، بغداد معنا في حلنا وترحالنا. بغداد كنت كثيرا ما أستشعر عظمة هذه المدينة، وأنا أسأل بعد خروجي من العراق من أين أنت، فأجيب أنني من بغداد. أستشعر حينها عظمة هذه المدينة، أستشعر الرشيد، أستشعر المنصور، أتذكر كل درابين هذه المدينة ومحلاتها، أتذكر كل هذا التاريخ الذي ينثال أمامي وأنا أذكر بغداد. بغداد أهدتني أجمل نسائها، بغداد أهدتني أجمل اللحظات، أجمل وأسعد اللحظات في حياتي كانت في بغداد. لذلك حتى وإن غادرناها فإنها ستبقى معنا. بغداد تستحق وتستحق الكثير، وسنعود إليها بعد يوم.